شن مصلحتك انك انت تطلع وتقول هذا الكلام سيد رشيد؟ يعني انت كلامك يخوف. يعني انا هي لو كان مثلا حاط فلوس في المصرف الاسلامي هنا بنفكر مره ومرتين. كلامك في مجال ثاني، نقاط ثانيه مهمه، شراء اراضي، شراء يا سيد احمد، انا بنقول لك مش انا مفكر، انا بنقولها في العلن توا قدام الناس كلها. اي واحد عنده فلوس المصرف الاسلامي المفروض يمشي يسحبها، المفروض يمشي يسحبها. مودعين شركات، يا رجل شركه التامين الصحي حاطه عندها 60 مليون وديعه، هذه بروحها، هذه بتاعت هذا الشخص حيشكل خطر، مش غير على المصرف، حيشكل خطر حتى على الاقتصاد بالكامل، لان 2.8 مليار دينار يلعب بهم كيف ما يبي يا ناس، راه مش شويه. هذا ما هنا تو نحرر لك بين فلسطين، راه المبلغ غوار. نخش نلعب في الاقتصاد ونلعب في الكذا، وخلي غير استفاده، هديه الاستفاده الثانيه المحاباه اللي قاعد يقدم فيها اليوم باص الدوادي ما عادش يفكر في ان البنك يربح ولا يخسر. اليوم مصلحته الشخصيه، اليوم لما يجي يقول لي والله خاش لمضاربه عمله خاسر في الجلسه 13 مليون دينار، دي موضوع عادي جدا عنده بالنسبه لي هو، لانه هو ما عادش يدور في ارباح للملاك ولا للمساهمين ولا يدور في سمعه. هو يدور انه 2.8 مليار دولار دينار يتحرك بهم، يطلع بهم في ارقام خياليه، ويرشي بهم في تمام ومحاباه. يا راجل البنك مفروض 50% من الموظفين بتاعها كافيين انهم يشغلوه، اصبح اكثر من البنك حكومي ولا اكثر من شركه حكوميه ان هي تعين في موظفين. التعيين عندها هذا اصبح كارثه، فهمت؟ سواء في موظفين، في محاباة مع ناس، واحد يعطيه اعتماد وواحد يعطيه لا هنا لا دقيقة سيد رشيد، لا خليني ندخل معك. الكلام اللي قاعد تقول فيه مهم تمام، لكن السيد عبد الباسط الدوادي يعني اختزلت انت ملكية المصرف، في حتى لو كان يملك 40-60% في 40% لناس اخرين، لكن برضو انا ما نقدرش نحاسب الكلام لورق هذا كله نحطه في لجنة عمومية او شنو يقولوا له الملاك في مجلس إدارة وفي مدير عام، هذوما هم اللي مخالفين. انا كيف بنجي قانونيا، انا كيف بنجي بنحط اللوم هو على عبد الباسط الدوادي او غيره من الملاك في لجنه العموميه، الجمعيه العموميه تختار مجلس اداره ومجلس اداره يختار مدير عام اداره تنفيذيه. الكلام ما نقدرش هذا كله نحطه. اول شيء كاختيار كجمعيه عموميه، مجلس اداره حيحطه هو لانه هو عند الاغلبيه، يعني هو كان عاطي 3 كراسي. يعني مرة احنا مختلفين كثير في مواضيع المجلس الإدارة وكيف تنظيمه وكيف درناها، لكن صار فيه في مرة صار فيه تفاهم انه هو خذ 6 كراسي وعطي للبقية 3 كراسي، وبعدين 3 كراسي واحد من الملاك باع الحصة متاعه اللي يملك 9%، فصار خلخلة في الموضوع. لكن الحصيلة مش هيك، النقطة المهمة والكارثة ان الكلام والمذكرة والدنيا المخالفات هذه كلها لن تشمل باسط الدوادي بأي ولا 1% من المخالفة ولا 1% من أي إجراء ممكن يتخذه مصرف ليبيا المركزي. هو في حل من كل المواضيع هذه اللي تحمل المسؤولية مجلس إدارة والمدير العام، لكن للاسف مجلس الاداره مع احترامي ليهم قعدوا كراسي فقط، قعدوا كراسي، ما عندهمش اي سلطه ولا اي شيء في اتخاذ اي قرار. كل شيء باسط الدوادي اقل شيء، حتى في اجتماعات مجلس الاداره 70-80% من القرارات يمشوا بالتمرير. 70% من القرارات يجي يقعمز عضو مجلس الاداره يلقى قدامها نقاط وقع وخلاص، لا يعرف انه هو يعطيهم مذكره قبلها باسبوع، عقل وراه عندنا مواضيع، عندنا تمويلات، عندنا حاجات نبي نشروها، لا هذه كلها ما هناكش بكل.